من الحقيقه من ضمن الاخبار المهمه جدا واللي مصر يعني طبقا لدورها وما تقوم به، كان في ترأس لوزير الخارجيه سامح شكري امبارح جلسه مجلس السلم والامن الافريقي المنعقده عبر الفيديو كونفرنس حول مكافحه الفكر المتطرف وتمويل الارهاب، وده طبعا علشان مصر بتشتغل على الرئاسه او برنامج الرئاسه المصريه لمجلس السلم والامن الافريقي في شهر نوفمبر الحالي. السفير احمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه قال ان الوزير شكري اوضح في كلماته خلال الجلسه ان تناول مجلس السلم والامن لموضوع مكافحه الفكر المتطرف وتمويل الارهاب ده جاي بياتي متسقا مع مخرجات جلسه المجلس المنعقده على مستوى القمه يوم 27 يناير 2018 برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي اكدت على اهميه اعداد استراتيجيات وطنيه لمكافحه الفكر المتطرف والوقايه منه على نحو يؤخذ بعين الاعتبار واخد بعين الاعتبار معالجة جذور ظاهرة الإرهاب، بجانب مطالبة الدول الإفريقية باتخاذ التدابير اللازمة علشان يتم تجفيف منابع تمويل الإرهاب. يعني دايما بنقول ان من الحقيقه من الكلمات التاريخيه للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت الكلمه الخاصه بفكره تكفيف منابع الارهاب، تكفيف منابع تمويل الارهاب والدول الراعيه له، ان الفكر كان سابق بكتير، وكان في تحذيرات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ان اللي ممكن يكون موجود في المنطقه العربيه دلوقتي سهل جدا ان هو يوصل لاي مكان، حتى لو كنتوا فاكرين ان اي بلد في مأمن فده مش صح. ما فيش اي بلد في مأمن من الارهاب، ولذلك هناك يعني ضروره، يمكن الدوله المصريه الوحيده اللي هي دعت لضروره التكاتف الدولي والمجتمع الدولي. بعض الدول اللي هي مفكره ان هي بعيده، بعض الدول اللي هي بترعى الارهاب وتعتبر يعني ملاذ امن للارهاب، قد يكون الامر ياتي اليكم. هذا الارهاب اللي انتم بتدعموه دلوقتي ممكن هياتي اليكم في يوم من الايام، ولذلك يجب على هذه الدول اللي هي بتعتبر نفسها ملاذ امن للارهاب او بتوفر مليارات الدولارات عشان الجماعات الارهابيه والتنظيمات الارهابيه اللي هي يعني بتقوم بعمليات إرهابية، ولكن كانت هناك تجربة ناجحة للدولة المصرية في مكافحة الإرهاب عن طريق طبعا العمليات الأمنية اللي هي بتقوم طبعا بها القوات المسلحة والشرطة المصرية، بالإضافة للحلول الأخرى وهي عملية التنمية، إن أنت بتعملي تنمية في كافة المحافظات، وشايفين هناك تنمية في كل شبر على أرض المحافظات، دي طبعا عملت تجفيف لمنابع الإرهاب، قضت على الجماعات الإرهابية في يعني الدولة المصرية، وعلى مدار الساعة يعني العالم بيشيد بما يعني اتخذته الدولة المصرية من العمليات الأمنية بالإضافة للتنمية، ولكن يتطلب من المجتمع الدولي إن هو يتوقف عن، أو بعض الدول اللي هي بتدعم الإرهاب إن هي تتوقف عن يعني الدفاع عن العمليات الإرهابية أو الدفاع عن مثل هذه الجماعات الإرهابية اللي هي تعتبر يعني شوكة في عمليات التنمية في كل الدول. طالما هناك إرهاب في أي دولة مش هيكون هناك استقرار، مش هتكون هناك تنمية، ولا هتكون هناك مصانع، بل الشعب يعني الشعوب هي هتبقى متضررة من مثل هذه العملية. وإحنا شايفين يعني المنطقة اللي هي حوالينا هناك عمليات إرهابية قد تكون شبه يومية ما فيهاش تنمية، الشعوب الخاصة بها طبعا بتعاني من ويلات الحروب والصراعات وما لذلك، ولكن آن الأوان أن كل العالم يتكاتف مع الدولة المصرية ويضع يده طبعا في إيد بعض من أجل مكافحة الإرهاب، ومن أجل يعني تكون هناك صد شديدة للدول اللي هي بتدافع عن الإرهاب وبتكون ملاذ آمن للإرهاب. صحيح.